عايز اقول الف حمد وشكر ليك يا رب، عطاء وعناء وتعب وجهد وفير من اللعيبه في كل حته في الملعب ما شاء الله، وده الحمد لله ربنا بيكلل تعب كل لعيب بيتعب، هو ده المجهود، فالحمد لله رب العالمين، ما اقدرش اقدر اقول حاجه غير كده، ربنا كرمني بس الحمد لله. في البداية يعني أنا بقول كل تحياتي وتقديري للجهاز الفني السابق، الناس تعبت واشتغلت وهم زمايل وإخوة وأفاضل وأعزاء وبذلوا مجهود كبير مع الفرقة. الحاجة التانية بحمد ربنا وبشكر فضله النهاردة الحمد لله على المكسب والثلاث نقاط. يمكن مبروك دي أنا هأخرها شوية، ويمكن أنا قلت لعيبتي مبروك دي هنأخرها شوية الفترة ديت، لان مبروك دي مش هنقولها الا وقت الصعود، لان هو ده المكان الطبيعي اللي يليق بنادي الشرقيه. انا دايما بيبقى الدكه بتاعتي بره بتبقى احسن من مع الاحتياط، احسن من اللي بيلعبه، باخد الماتش على جزئين. فالحمد لله الشوط الاول زي ما انت شايف الهواء كان ضدي والشمس، فانا طبعا كنت سايب لعبة كويسه بره عندها سرعات وبيلعبوا هيدرز كويس، واحنا في الشوط الثاني هنعتمد على كده مفيش كره هتبقى على الارض والكره كلها تبقى طوليه. فالحمد لله عدم توفيق للاعبتي ما نفذوش اللي انا عايزه في الشوط الاولاني، ولكن في الشوط الثاني الحمد لله انفذهم والحمد لله بشكر ربنا. احنا عارفين الماتش ده كان صعب، عارفين ان هو فرقه ابو حماد فرقه تقيله، الفرقه التقيله في المجموعه، الفرقه الرخمه بره ملعبها وعلى ملعبها، فرقه كوره بتلعب كوره، عارفين مستعدين كويس للماتش دوت. كان كل همنا ان احنا الحمد لله بفضل الله نطلع بالثلاثه بونت، بغض النظر عن الاداء، في اداء الحمد لله ما فيش، المهم كان عندنا الثلاثه بونت نطلع بيهم عشان خاطر بس نفضل زي ما احنا محافظين على الصداره. الموضوع برضو زي ما انت شايف موضوع صعب، توقيت اللعب برضو صعب، لعبنا يوم الجمعه لعبنا يوم الاثنين، يعني فرق برضو يومين، الله يكون في عون اللعيبه، دوري ممتاز بيشتكي مش احنا اللي هنلعب يكون لهم ايه، والحمد لله ان الموضوع تعدل وقدروا هم يعدلوه الحمد لله كويس، لكن احنا استحاله نلعب كل يومين، صعب جدا. احنا عملنا مباريات كتير كبيره جدا ما وفقناش في ان احنا نفوز فيها، اوقات بنبقى فايزين ونتعادل في الدقيقه 97 ونتعادل في الدقيقه 92 بطريقه يعني سبحان الله غريبه الشكل، بس ما يعني ما عنديش تفسير للكلام ده غير ان احنا نجتهد ونشتغل ونطور من نفسنا طول الوقت، والنتائج كده كده بتيجي مع الشغل الكويس ومع المستوى، النتائج هتيجي ان شاء الله. مسكنا العبور، كان في المركز بعيد، بس احنا كملنا على شغل الناس اللي كانت موجوده، بصراحه الناس عامله فرقه كويسه، انا ما جبتش لعيبه جديده، هي نفس اللعيبه، فانا بشكر الجهاز اللي كان قبلي، ودي حاجه تحسب لهم قبل ما تحسب لي. احنا الحمد لله قدرنا برضو نظبط شويه حاجات كانت ناقصه اللعيبه، والحاجات دي فرقت معانا كتير قوي في الملعب. الحمد لله احنا ماشيين بطريقه تكتيك معين، وطبعا الروح المعنويه اللي احنا بنرفعها للناس، وربنا بقى التوفيق من عنده. فانا حاسس طبعا احنا كسبنا الشمس في الشمس، وكسبنا المازه في المازه، وتعادلنا مع التأمين في ماتشين دروب فيهم، لكن لما الفرقه تكسب الناس دي بتعمل النتائج دي اكيد لعيبه وفرقه كويسه جدا.